إيه السلام عليكم، معوش هشام من ولاية قسنطينة. إيه رانا شغل تحصلنا بروميير بلاس شغل في التورن في الشامبيون دافريك، هذه شغل بروميير بلاس باري كيب، وحنا وانا تحصلت على ميداليه برونزيه والحمد لله على كل حال. عندي بزاف ما بوكسيتش في البطوله الدوليه من 2019 باسكو جاو كورونا، جات شغل عوام هكا ما اونطريناش فيهم، والحمد لله بربي ان شاء الله ديما البوديوم و لوبجيكتيف تاعي 2024 باريس. بارك فيك ان شاء الله. الحمد لله تحصلنا على الميداليه برونزيه في البطوله الافريقيه، اول مره شاركنا اكابر، ومازال ان شاء الله نحققوا نتائج في الميداليه الاولمبيه ان شاء الله. يعيش يوسف اسلام. يا ربي، يعني التتويج هذا تعبنا عليه وخدمنا، بعد ما توقفناش كامل التحضيرات كانت دائما متواصله بعد العاب البحر الابيض المتوسط. ما زالت الملاكمة قلت لهم راهي حاضرة بقوة، وتحصلنا على المرتبة الأولى حسب الفرق، هذه حاجة يعني تشجعنا وتحفزنا، وخاصة أنا نشوفوا بلي رئيس البلاد راه واقف معنا وراه يتبع في الرياضة، الرسالة تاعو ثانيك تشجعتنا. أول مرة أنا فرحة، مش نورمال يعني، باش تجيب يعني شعب كامل يعني يجي هناك في الأيروبورت باش يستقبلك، يعني حاجة ماشي سهل. يعني الحمد لله يا ربي هذه البطولة الإفريقية يعني جازت على خير، وما يلفتش نظري تعب تاع البحر الأبيض المتوسط تاع الشامبيون ديمون، يعني جاوني كومبيتيسيون مور بعضهم، الحمد لله يا ربي. أنا كما قلت شي إشراق العام تاعنا، خرجت على خير بعد ميدالية يعني تاع الشامبيون ديمون وميدالية تاع البحر الأبيض المتوسط، ودرك ميدالية تاع الذهب هذه اللي كنت بدينا يعني بالخطوات درجة درجة باش وصلنا للميدالية.